يعني ايه؟ انا عايز الفروع لها علاقه بايه؟ بالاوبتيك نيرف. فنرسمها ازاي الرسمه دي؟ يعني ازاي احط الاثنين في رسمه واحده؟ نركز مع بعض كده بترسم ازاي؟ يعني بصراحه اول مره تنزل حاجه زي كده، ايه الريليشن اوف اوبتيك نيرف دي؟ مهم. لا موجوده بس حاطط ايه مع ايه؟ الاوفسالمك ارتري مع الاوبتيك النيزو سيريال في رسمه واحده. بصوا نرسم ازاي بقى. هنعمل ده النوز اهو بالخرمين الموجودين فيه اللي هم انتيرو اثمويدال وبوستيرو اثمويدال، وده اللاترال لوب بتاع الاوربت، وقدام ده الايلد. هي نفس رسمه اللاكرم الاوفسالميك ارتري والنفس النيرف رسم بالظبط، ودي لاكرم جلاند والايبولا. بس يعني ايه صغر ايبول شويه كده وطول الاوبتيك نيرف بالمنظر ده. تمام. ويعني قدام هنا دي يعني لو نتكبر دي شويه كده نخلي زي الكورنيا يعني. وبعدين بصوا هنا الاوبتيك نيرف كان بيعدي من حاجه اسمها اوبتيك كانال، صح؟ دي الاوبتيك ايه؟ اوبتيك كانال ايه؟ وكان جنب الاوبتيك كانال في فيشر اسمه اللي هو السبير اوربيتال ايه؟ فيشر. بصوا هبدا بالنيرف الاول، ماشي؟ نبدا نرسم الايه؟ النيرف الاول. بس قبل ما ارسم النيرف في حاجه عايزكم تعملوها، ايه هي؟ الاوبتيك نيرف هعمل كده، في نيرف معدي تحته كده بالمنظر ده، تحته بالمنظر ده كده اسمه ايه ده؟ عارفين اوكيلومتر نيرف؟ ده الانفيرو ديفيجن بتاعه، ده الانفيرو دي جديده في رسمه، ده الانفيرو ديفيجن بتاع الاوكيلومتر معدي تحت الاوبتيك نيرف ده. انفيريور ديفيجن اوف اوكيلومتر. ماشي. وبعدين هاجي بقى كده في الحته اللي ورا دي هنا كده، هرسم اللي هي التراجمنال جانجليون. ادي التراجمنال نيرف ودي التراجمنال جانجليون اهي، بيطلع منها ادي النيرف الثاني الثالث. اوفسالميك ماكسيلاري ومانديبولر. بعدين بص الاوفسالميك هيدي ثلاثه فاكرينهم؟ ها لاكريمال فرانتال ومين ده هنا؟ نيزوسيلياري. يروح داخل كده ويلف كده. بس رسموا النيرف بخط رفيع كده عشان في حاجات عاديه من فوق دلوقتي. وبالمره كده كان النيرف ده بيدي، فاكرين دول؟ اللي هو الانتيرو اثمويدال وبوستيرو اثمويدال. تمام. طب في فروع بتطلع منه هنا، هرسمها بعد ما ارسم الارتري، ماشي؟ نرسم بقى الارتري بقى كده، نيجي هنا كان في انترنال كاروتيد اهو، والانترنال كاروتيد كان بيدي فرع اسمه اوفثالميك ارتري. تخرج شويه كده، بصوا بيمشي ازاي، كان تحت الاوبتيك نيرف وبعدين بصوا بصوا هيلف كده اهو. معدي على النيرف شايفينه؟ وكان نهايه الاوفسالميك ارتري لو تفتكروا كان بيدي للايلد وسوبرا اتروكلير وبيدي كمان مين؟ دورسال نيزل. طيب
عايز بقى نعمل ايه دلوقتي؟ ايه الفروع بتاع الاوفسالميك ارتري ليها علاقه بالاوبتيك نيرف؟ كويس. اولا بصوا، هو كان بيدي فرع تحت الاوبتيك نيرف وبعدين بيخرمه، اللي هو مين الفرع ده؟ اللي هو سنترال ارتري اوف ريتنا، صح؟ مش دي من ضمن ريليشن، صح؟ ان في ارتري تحته اللي هو سنترال ارتري، وبعدين قبل الاي بسنتي راح خارم الايه النيرف، وبعدين بيدي فرع فوق ايه ومعدي فوق الاي بول كده سوبرا اوربيتال، ماشي. يبقى ده تحته فرع وفوقه فرع. ايه اللي تحته؟ السنترال ارتري بتاع الريتنا. مين اللي فوقه؟ السوبرا اوربيتال. وعلى جوانب الاوبتيك نيرف راح مدي فروع اللي هي السيلياري ارترز، بوستيريور سيلياري ارترز. ركز معايا بقى كده، طبعا في لونج بوستيريور سيلياري وشورت، بس دول كلهم عباره عن ايه؟ سيلياري ايه ارترز. ايه الفروع بتاع الاوفسالميك ارتري ليها علاقه بالاوبتيك نيرف؟ بص اقول لك حاجه، ارترز ليها علاقه بالاوبتيك نيرف. الاوفسالميك ارتري نفسه كان فيه تريبل ريليشن، ازاي؟ كان تحت الاوبتيك نيرف، وبعدين بقى لاترال اوبتيك نيرف، وبعدين بقى فوق الايه الاوبتيك نيرف، تحته لاترال فوق، صح كده؟ طب ده الاوفسالميك ارتري. طب الاوفسالميك ارتري ايه فروع الاوفسالميك ارتري ليها علاقه بالاوبتيك نيرف؟ الاوفسالميك ارتري ادى تحت الاوبتيك نيرف وفوقه وجنبه، تحته مين؟ ها السنترال ارتري، ده تحته وخرمه كمان. طب فوق ايه؟ سوبرا اوربيتال. طب جنبه سيلياري، بوستيرو سيلياري ايه ارتريز. في مشكله؟ طيب ايه النيرفز ليها علاقه بالاوبتيك نيرف؟ بص يا سيدي، كان في تحته النيرف مين ده؟ الانفيرو ديفيجن بتاع الكيلومتر، ماشي. والنيزو سيلري كان لاترالي، وبعدين بقى فوقيه، وبعدين بقى ميديالي، ماشي. طيب ايه الفروع بتاع النيزو سيلري لها علاقه بالاوبتيك نيرف؟ نرسم بقى دي. بصوا هطلع منه بفرع كده بره خالص هنا كده على جانجليون، وطلع منها فروع كده، فاكرين دول من هنا اللي هو جانجليونيك برانش، وبعد كده يطلع منها شورت ايه سيلري، ومن الناحيه دي كده هيطلع فروع كده. مين دول؟ اللونج سيلري. في مشكله صعبه؟ بس خلاص ما ننساش، بس في الرسم زي خلينا زي الكتاب كده كمان، ان الاوفسال مكان راح مدي كده ايه فرع هنا وفرع هنا. ايه دول؟ ها انتيرو اثمويدال وايه وبوستيرو اثمويدال، بس وخلاص. دي اسمها ريليشنز اوف اوبتيك نيرف. طبعا دول ملوش دعوه اصلا، بس يعني ايه حاطط في الرسم انت زيها وخلاص، ارسم زيها، ماشي. صعب. تعالوا كده مع بعض كده ايه برضو موضوع تاني اللي هي السيرفس اناتومي. انا بس